لما بشد حيلي بتبدي من تاني متقفلة معايا وكأنها معنداني موضوع راضي باللي انكتب لي أنا ينام العيون وانا صاحي ألم مش عايز يلمع وهو كان سبب في دموعي ناريه فرحانه الليله عاملين بالهله ضليله الناس فرحانه الليله عاملين بالهله ضليله والعيله وعيله العيله والعيله وعيله العيله كل الاحباب حواليك جديد من خمسة من وقتك. هنتكلم النهاردة عن الفن الشعبي ونجوم الشعبي ومعانا نجوم كتير امتعونا على مدار السنين اللي فاتت. هنتكلم عن الفن الشعبي ونجومه وتاريخ الفن الشعبي والنجوم اللي امتعونا على مدار السنين اللي فاتت، وهيكون معانا اول نجم ان شاء الله نجمنا نجم الاغنيه الشعبيه ونجم السينما النجم الفنان جابر النمر. نجمنا نجم الأغنية الشعبية ونجم السينما النجم الفنان جابر النمر. هنتكلم معاه ونتحاور معاه عن طريق، هيكلمنا من دبي، هنتكلم عن المهرجانات وتأثيرها على الجيل اللي طالع من الشباب، وهنتكلم على دور الدي جي من ساعة ما طلع وإزاي تغير أحوال الفن الشعبي. هل كان بالإيجاب
أو بالسلب. السلام عليكم من برنامج خمسة وقتك من دبي، الفنان جابر النمر معاكم، للمخرج والمعد الأستاذ أيمن عربي صديقي ليا وأخويا الصغير، طبعا بعت لي على هذا البرنامج فأنا ما تأخرتش عنه، وحبينا النهاردة نكون لقاء معاه من دبي. أبعت له الرسالة دي لأن طبعا وجودي في دبي وشغلي في دبي فما قدرتش أنزل مصر أسجل معاه، فبعت له الرسالة دي عبر الاتصالات وعبر مكاني في دبي وأنا داخل محل من محلات الآلات الموسيقية اللي بتعامل معاهم في دبي، فحبيت أسجله على هذا المكان الجميل وفي نفس الحدث اللي بنتكلم عليه على الأغنية الشعبية. الأغنية الشعبية النهاردة يعني للأسف الشديد بدأت تنحدر من الناس، لأن من ساعة ما طلع المهرجانات وطلعت الحاجات اللي اسمها الدي جي والكلام دون أثر على كل الدنيا، لأن بقى في تلوث في الأذن، ما بقتش حد عارف يتكلم فيها إيه. إحنا مش عارفين يعني، أنا اشتكيت للمصنفات واشتكيت للرقابة. زمان عملت أغنية مع سار حمد اسمها الإمتى، قول لي الإمتى عشان كلمة أديكي تقولي كمان، كنت هتحبس 6 أشهر أنا وسار حمدي. والحمد لله لما أنا فهمت المحامي وفهمت المستشار القانوني وفهمت الناس وقمت بالقضية ورحت محكمة إمبابة، ربنا وقف جنبي، لان انا ما كانش قصدي ان انا اقول اتكلم على هذا البناء، ان الناس دي كانت بتقف فعلا اي كلمه. كان في نعيمة حمدي وكان في حمد السرور وكان في ناس مسؤوله عن المصرفات. دلوقتي للاسف ما فيش حد بيسال على اي حد، بتنزل مهرجانات كلام فاضي، كلام قله ادب، كلام ما يخشش بيوتنا، كلام يبوظ شبابنا، وللاسف الشديد الشباب رايحين معانا. انت دماغهم رايحة فين وكلام ملهوش موضوع ولا ليه منطقي. النهاردة الأغنية الشعبية ما كانتش تكون هادفة وما كانش ليها موضوع وتوصلك ان هي تعالج مشكلة. زمان غنيت يا عيني على الإخوات بعد الأب ما مات من كلمات حسن عزه، اللهم صل على النبي. يعني عايز اقول يعني وقعة ظريفة بسرعة كده للسيادة المشاهدين، ان انا كنت فرح في انا لقيت واحد بيديني 2000 جنيه. ايام ما كانت 2000 جنيه بكلم سنة 90 كان 2000 جنيه ليه اساس. قال لي دول حقك. ليه يا عم حقك؟ قال لي يا ابوي انت رجعت لي ارضي، انا اشتريت شريتك من العتبة ب3.5 جنيه، سمعته لاخويا بعته له سمع، كان ليه عنده فدان ارض بعته لي بسبب اغنيتك، وقعد يبكي لان الاغنيه كانت بتقول يا عيني على الاخوات بعد الاب ما مات عايشين زي الاعداء ودايما في مشاجرات، نسي وصيه ابوهم وعاشوا للاغراب والناس شاورت عليهم وقالوا ايه الاسباب، ده حاجه يا ناس تحير، الكبير ياكل الصغير وعاشوا في دوامات علشان الاب مات، في الراحه الحنيه والدم ليه بقى ميه يعني كلام ليه موضوع، مش دلوقتي الكلام اللي هو اللي بيشتغلوا بيه والكلام المواضيع اللي بيتكلموا بيه، ده كلام فاضي. لازم يكون واقفه مع المصنفات، واقفه مع النقابه، واقفه مع الدنيا دي، والناس الشباب تصحى وتشوف الموضوع ده غلط. ساب ليها وليه الشيطان وليه الاخوات الشيطان لعب اناس بيها، ويا عيني على الاخوات من بعد الاب ما مات عايشين زي الاعداء وصبح بينهم مسافات،
ده حاجة يا ناس تحير، الكبير ياكل الصغير، هو احنا اللي اتغيرنا ولا الزمان اتغير؟ اسمع. قلبك لضميره قلبك لضميره.